بسم الله، شوف مع بعض دلوقتي. لغة الدينامو هي لغة اوبن سورس ولغة برمجة فيجوال بروجرامنج. يعني ايه فيجوال بروجرامنج؟ يعني مش معتمدة على الكود، معتمدة على ان انت فاهم التسلسل المنطقي للبرمجة بيبقى عامل ازاي. وهي لغة اوبن سورس وبتشتغل على الريفت وبتشتغل على البرامج الفازية وبتشتغل على برامج هندسية كتير. فانا من ادنس هقول له دينامو، لو انت معاك 2015 ار2 هتشتغل معاك على طول، هتلاقيها موجودة. لو ما عندكش تقدر تسطبها، تدخل على موقع على النت وتقول له انا عايز انزل الدينامو، هتفتح معاك الواجهة ديت نيو. لو هتعمل ملف جديد اوبن، لو عايز تفتح ملف انت كنت شغال عليه قبل كده دي بعد السيمبل هقوله دلوقتي نيو. دي الواجهة بتاعتي، تمام. هاجي هنا اقول له انا عايز نمبر، ده بس مثال للشغل بيعمل ازاي. وبعد كده ان شاء الله بشرح كل حاجه بتفصيل، تمام. اقول له عايز، ممكن اقول له نمبر كمان لو انا عايز، يبقى معايا اتنين نمبر. بعد كده هقول له اكس واي زد، تمام. اختار دوت، اوصل بينهم عن طريق ان انا مجرد بس اسحب من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اقول له انا عايز واتش، واتش هيديني معلومات. ممكن اقول له عايز واتش 3D، يبقى الخارج اللي هيخرج من البوينت دوت هيدخل في الواتش 3D. طيب انا عايز اشغله، اقول له ران. ايه اللي حصل؟ الواتش اداني معلومات، قال لي النقطة دي هي موجودة في الاكس واي زد بتاعها هيبقى ايه. الواتش 3D جاب لي الشكل هيبقى عامل ازاي، النقطة اللي انا هحطها تبقى موجودة فين. اقول له رن اوتوماتيكلي واغير في النمبر ديت اخليها مثلا واحد، هتلاقي حركة خطوة واحدة. اقول له خلي دي مثلا تلاتة، عليها اتحركت في اتجاه الواي 3 حركات. طيب عايز حاجة تبقى أوضح من كده، أقول له سلايد انتجر سلايد، هلغي النمبر ديت ديليت. السلايد دي هحطها مع الواي وأبدأ أحركها، فتلاقي النقطة بتتحرك معاك زي ما انت شايف. ده مثال بسيط على لغة البرمجة اللي اسمها الدينامو.